الله تبارك. إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنجاز 18 صفحة 130 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. قال لك في هذا التمرين قال لك لاحظ الشكل جيدا كما كتلاحظوا شنو عندنا فيه المثلث أ سي أو بحيث أ تساوي 27.2 سي أو تساوي 6.4 وعندها هنا بي كتنتمي للدال أ سي بحيث بي سي كيساوي 4.8. طالبين منا نلقاو نلقاو أ سي ونلقاو بي أو، نلقاو المسافة أ سي ونلقاو المسافة بي أو، كيقصدو بيه الدال أ سي والدال بي أو. إذا أنا بما أنني بصدد مبرهنة فيثاغورس غنبدا بها هي الأولى. لدينا السؤال باش نبحث أنا لنحدد في الأول لنحدد المسافة أصلا. إذا أنا لدينا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة شنو عندي؟ عندي أ أو أوسي 2 أ أو أوسي 2 كتساوي ماذا؟ كتساوي أ سي أوسي 2 زائد سي أو أوسي 2. أنا لو كنبحث كنقلب على أ سي، إذا أ سي أوسي 2 كتساوي أ أوسي 2 ناقص سي أو أوسي 2. علاش دوزت سي أو لهنا ولات ناقص؟ إذا أ سي أوسي 2 دابا سأعوض بالأرقام. أ أو عطاوني كتساوي أ أو كتساوي 27.2 على كل أوسي 2 ناقص سي أو اللي عطاوني 6.4 أوسي 2 هي ماذا؟ أش عطينا؟ عطاتنا أ سي أوسي 2 تساوي 27.2 أوسي 2 هي 739.84 و 6.4 أوسي 2 هي 40.96. إذا اللي غادي تعطينا أ سي أوسي 2 تساوي ماذا؟ الفرق ديال هاد العددين هي 698.88. وقلت في الجذور المربعة فاش يكون عندنا عدد أوسي 2 بغينا نحيدو الأوسي 2 حنا طالبين منها نلقاو أ سي وليس أ سي أوسي 2، هما طالبين منها أ سي. إذا نتمم هي جذور مربع 698 فاصلة ماذا؟ فاصلة 88. وهكا نكون جاوبت على السؤال ديال البحث عن أ سي. بالنسبة للبحث على بي أو بنفس الطريقة غادي نديرها، هي غنغير المثلث. في الأول خديت المثلث الكبير أ سي أو، دابا غناخد المثلث الصغير بي سي أو. غناخد بي سي أو باش نلقى بي أو. إذا لدينا حسب مقارنة فيثاغورس شنو عندي؟ عندي بي أو أوسي 2 تساوي بي سي أوسي 2 زائد سي أو أوسي 2 باينة في هاد المثلث الصغير هذا، هاد المثلث لي صغير هنا. إذا بي أو أوسي 2 كتساوي بي سي أوسي 2 زائد سي أو أوسي 2. إذا بي أو أوسي 2 تساوي ماذا؟ كتساوي عندنا بي سي كتساوي ماذا؟ بي سي 4.8 أوسي 2 زائد ماذا؟ زائد 6.4 أوس 2. ف 4.8 أوسي 2 هي 23.04 و 6.4 أوسي 2 هي 48 أو عفوا 40.96 كتساوي لي بي أو أوسي 2. إذا بالنسبة لهنا كيبقى الجمع، الجمع تعطيني بي أو أوسي 2 تساوي 64. الجمعنا 23.04 و 40.96 تعطينا 64. هنا غنحيد البي أو أوسي 2 غتبقى لنا جذر مربع 64 و 64 مربع كامل، إذا اللي هو 8 أوس اللي هو 8 أوسي 2 تيمشي الأوسي 2 مع الجذر المربع كيمشي الأوسي 2 مع الجذر مع 8. نكون بذلك جاوبت على بي أو، بي أو ماشي بي سي راني غلط. إذا بي أو تساوي 8. وهكذا نكون جبت على التمرين 10 صفحة 130 بالنجاح إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.